في هذا الاجتماع، اجتماع العمل أنا أسميه، كان مقرر بعد زيارة معاليه إلى بغداد، واستعرضنا كل القضايا والأمور الثنائية في التنسيق السياسي، في التشاور وفي التعاون الاقتصادي التجاري. أجرينا لقاءات مع الوزير الأول، اجتمعنا اليوم مع وزير التجارة، مع مسؤولين في وزارة النفط، في الطاقة. ولذلك لدينا برنامج عمل أيضا للإعداد والتهيئة لاجتماع وزاري مشترك أو اللجنة الوزارية المشتركة، وراح يهيئ لهذا الموضوع على مستوى الخبراء ووكلاء الوزارة. بلا شك بحثنا موضوع المعتقلين الجزائريين في العراق، وأوضحنا لمعالي الوزير الخطوات والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل العمل ما في وسعها ضمن القانون وضمن التسامح لإطلاق سراح البقية الباقية الموجودين في العراق. وهذا الموضوع متابع على أعلى المستويات، ونريد نطمئن الجميع وعوائلهم وذويهم. إن شاء الله راح يسمعون أخبار طيبة.